بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني عشر، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد فيسيولوجيا الجهاز العصبي. طبعا في البداية أنا عايزك تبص كده معايا على الصورة الافتتاحية للدرس وتقري لي التعليق الموجود عليها عشان نبدأ نتكلم بعد كده. طبعا لما تقري التعليق اللي موجود على الصورة أنا هبدأ أناقش الطالبات. فسيري كيف أن الوخز بالإبر يؤدي إلى الشعور بالتحسن. طبعا الوخز بالإبر في أماكن معينة من الجلد بيؤدي إلى الشعور بالتحسن، يعني ممكن أول مرة أحس بالوخز، تاني مرة الألم أخف شوية، تالت مرة أبدأ أحس إنه عادي ما فيش مشاكل. السبب طبعا إن الجهاز العصبي بيبدأ يطلق مواد تعرف بالإنديروفينات. المواد دي بتقلل الشعور بالألم أو بتؤدي إلى الشعور بحالة من التحسن، كأنها زي المخدر بالظبط. بعد أنا هنا هبدأ أتكلم عن الظواهر الكهربائية على غشاء الخلية الحية. المقصود هنا بكلمة الظواهر الكهربائية يعني معناها حركة الشحنات الكهربائية. كلمة شحنات يعني شحنات موجبة وشحنات سالبة. طبعا لما أنا هاجي أبص على سطح أو الغشاء الخاص بالخلايا هلاحظ إن الغشاء الخارجي دايما بيحمل شحنة موجبة والغشاء الداخلي بيحمل شحنة سالبة، وده اللي بيفسر عندي إن حركة التيار دايما بتكون من اتجاه الخارجي إلى الداخل، يعني من اتجاه السطح الموجب إلى السطح السالب عشان تؤدي إلى الشعور بالمؤثر. النقطة دي هبدأ أتكلم عن جهد الراحة وأسباب جهد الراحة لغشاء خلية ما، يعني إيه هي العوامل اللي بتتسبب في حدوث جهد راحة. طبعا من أهم العوامل هو تركيب غشاء الخلية، لأن تركيز الأيونات على جانبيه وتركيبه والسماح لحركة الأيونات دي هو اللي بيتحكم عندي في جهد الراحة. رقم 2 طبعا الاختلاف في كثافة الأيونات ما بين السطح الخارجي والداخلي وحركة الأيونات بشكل منتظم وغير عشوائي. التلاتة دول بيعرفوا بأسباب جهد الراحة. طبعا عندي عوامل كمان بتؤدي إلى استمرارية جهد الراحة لغشاء الخلية، يعني هناك عوامل بتتحكم في حدوث جهد الراحة أو أسباب حدوث جهد الراحة وعوامل تسبب استمرارية جهد الراحة. العوامل اللي بتتسبب في استمرارية جهد الراحة طبعا وجود مضخة ضمن تركيب الغشاء الخلوي تعرف بمضخة الصوديوم والبوتاسيوم، أيضا فرق التركيز في الأيونات على جانبي الغشاء والقنوات اللي بتتحكم في نقل هذه الأيونات زي ما هيمر علينا قنوات الصوديوم وقنوات البوتاسيوم اللي موجودة في غشاء الخلية. طبعا احنا هنا رسمنا كده شكل مبسط لغشاء الخلية، ده الوسط الخارجي لغشاء الخلية وده الوسط الداخلي للغشاء. اتفقنا ان السطح الخارجي بيتميز بشحنة موجبة والسطح الداخلي بشحنة سالبة اللي هي حالة استقطاب لغشاء الخلية، لكن احنا قلنا ان اللي بيتسبب في حالة الاستقطاب ده او فرق الجهد ما بين الغشاء الخارجي والداخلي هي القنوات اللي موجودة عندي في الغشاء. طيب تعالوا نشوف القنوات اللي موجودة عندي في الغشاء. اول مجموعة قنوات بتظهر اللي هي قنوات الصوديوم، يليها قنوات خاصة بأيونات البوتاسيوم، والملاحظة الأولانية هشوف إن عدد قنوات البوتاسيوم أكبر من عدد قنوات الصوديوم في غشاء الخلية. كمان عندي آخر قناة اللي بتتسبب في استمرارية جهد الراحة اللي هي بسميها مضخة الصوديوم والبوتاسيوم معا. خلينا نتكلم الأول عن أول قناتين. أول قناتين دول بيتسببوا في نقل الأيونات مع منحدر التركيز، يعني نقل سلبي لا يتطلب أي صورة من صور الطاقة. ازاي؟ يعني بحرك الايونات من تركيز عالي الى تركيز منخفض. طيب النظرة الاولانية بما ان اول قناة ظهرت عندي قناة الصوديوم، فين التركيز اعلى لايونات الصوديوم؟ طبعا الملاحظ ان ايونات الصوديوم في الوسط الخارجي اعلى من الوسط الداخلي، وبالتالي هتبدأ حركة قناة الصوديوم لامرار ايونات الصوديوم من خارج الخلية الى داخل الخلية، حركة سهلة جدا بدون اي مجهود. لما انتقل لقنوات البوتاسيوم بركز مرة تانية ان قنوات البوتاسيوم عددها اكبر من قنوات الصوديوم في الغشاء، هلاحظ ان التركيز لأيونات البوتاسيوم في الداخل اعلى من الخارج، يبقى الحركة لأيونات البوتاسيوم هتكون تجاه فين؟
الخارج. تمام، يبقى هبدأ أفتح قنوات الصوديوم البوتاسيوم وأبدأ أدفع بأيونات البوتاسيوم من التركيز العالي اللي هو الداخل للتركيز المنخفض اللي هو خارج غشاء الخلية، ولكن الخلية في احتياج أكتر لأيونات البوتاسيوم من أيونات الصوديوم، يبقى هي محتاجة إن هي تطرد أيونات الصوديوم مرة تانية، يعني تخرجها من التركيز المنخفض للتركيز العالي، يعني حركة عكس منحدر التركيز. إذا في الحالة دي هتتطلب طاقة، وفي المقابل هتسحب أيونات البوتاسيوم من المنطقة الخارجية إلى المنطقة الداخلية مرة تانية، مع العلم إن في الداخل تركيز أيونات البوتاسيوم أكبر، يبقى إذا هنا أيضا حركة عكس منحدر التركيز، فهتتطلب مجهود وطاقة. اللي هيقوم بالدور ده كله هي آخر قناة عندي اللي هي مضخة الصوديوم والبوتاسيوم. يبقى مضخة الصوديوم والبوتاسيوم هنا مضخة بتعمل على تحريك الأيونات عكس منحدر التركيز. طيب إذا أنا هحرك عكس منحدر التركيز، يبقى أنا في الحالة دي هتطلب لتوافر طاقة مصدرها مركب الـ ATP. أنا أضفت الـ ATP على المضخة ولكن لم يتحلل، إذا هنا تبقى المضخة دون تغير، لازم يتفكك الـ ATP عندي ويبدأ يتحول لمجموعة الفوسفات والـ ADP عشان تبدأ المضخة تحصل على طاقتها وتبدأ تفتح. لما تفتح مضخة الصوديوم والبوتاسيوم ايه اللي هيحصل؟ هتبدأ تاخد ايونات الصوديوم اللي عمالة تدخل وتطردها الى خارج غشاء الخلية. الملاحظ هنا هي طردت كام ايون من ايونات الصوديوم؟ طردت 3 ايونات من الصوديوم، يبقى هنا طرد للخارج 3 Na موجب اللي هو ايونات الصوديوم. في المقابل هتبدأ تسحب زي ما اتفقنا ايونات البوتاسيوم وتدخلها. هنا دخلت كام ايون بوتاسيوم؟ هتدخل عندي 2 ايون البوتاسيوم. يبقى هنا قنوات الصوديوم والبوتاسيوم بتعمل عكس منحدر التركيز، وبالتالي تتطلب طاقة للمحافظة على استمرارية جهد الراحة. بتبدأ تحرك مجموعة الصوديوم للخارج اللي هي 3 ايونات صوديوم مقابل دخول 2 بوتاسيوم. المحافظة دايما على الشحنات الموجبة خارج سطح الخلية والسالب بيبقى اكتر داخل سطح الخليه، هي دي الحاله اللي اتكلمنا عنها في البدايه اللي هي بسميها حاله الاستقطاب او جهد الراحه، اللي هو قطب موجب في الخارج وقطب سالب في الداخل. طبعا اللي تابعت معايا الفيديو السابق اللي اتكلمنا فيه عن تركيبة غشاء الخلية، ذكرنا فيه أنواع القنوات اللي موجودة عندي على الغشاء، وقلنا أن أنا عندي قنوات الصوديوم والبوتاسيوم وفي مضخة تعرف بمضخة الصوديوم والبوتاسيوم معا، واديتك ملحوظة مهمة قلتلك أن أنا عندي مضخات أو عدد قنوات البوتاسيوم أكبر من عدد قنوات الصوديوم. وبالتالي لما أجي أقولك سؤال عالي المهم، زيادة انتشار أيونات البوتاسيوم خارج الخلية ويقل انتشار أيونات الصوديوم داخل الخلية، طبعا المفروض الإجابة عندك لأن نواقل البوتاسيوم عددها أكبر، بما أن القنوات عددها أكبر فبالتالي بتحرك لك كميات من الأيونات أكبر من داخل الخلية إلى خارج الخلية مع منحدر التركيز زي ما اتفقنا قبل كده، وبالتالي بيكون أيونات البوتاسيوم تركيزها خارج الخلية أعلى من داخل الخلية. طبعا هنا هنبدأ نعرض مقارنة بسيطة كده بين قنوات الصوديوم والبوتاسيوم وبين المضخة نفسها. في البداية وانا بشرح في الفيديو انا قلتلك ان قنوات الصوديوم والبوتاسيوم بتحرك مع منحدر التركيز، وبالتالي هو نقل سلبي لا يتطلب الى اي نوع من الطاقة. فلما اجي اتكلم عن الحركة بتكون حسب منحدر التركيز، آلية النقل عندي هي صورة النقل السلبي اللي هي الانتشار، وهو نقل لا يتطلب اي نوع من الطاقة على عكس مضخة الصوديوم والبوتاسيوم، فهي تتطلب الى طاقة لان بيتم فيها صورة نقل نشط نتيجة تحريك الايونات عكس منحدر التركيز، اي من التركيز المنخفض الى التركيز العالي.
طبعا هنا لما اجي اقول لك دليلي ليه السطح الخارجي بيتميز بشحنه موجبه او دايما بتتركز الشحنه الموجبه على السطح الخارجي، ده بفعل مضخه الصوديوم والبوتاسيوم، لان هي احد العوامل اللي بتؤدي الى ظهور حاله الاستقطاب او جهد الراحه، بيحصل من خلالها ضخ 3 ايونات صوديوم الى الخارج يعني للسطح الخارجي مقابل ادخال 2 ايون بوتاسيوم الى داخل الخليه. طيب اتكلمنا عن جهد الراحة وعرفنا انه له قيمة تعرف بسالب 70 ملي فولت، وهو حالة سكون للخلية بيظهر فيها استقطاب واضح، قطب موجب خارجي وقطب سالب داخلي. ولكن ايه المتوقع حدوثه عند التأثير بمؤثر قوي على الجسم او على الخلية العصبية؟ بيبدأ هنا في الحالة دي ينتقل فيض من التغيرات والسيالات العصبية او الشحنات الكهربائية، ويحصل استبدال للشحنات الكهربائية يعني الموجب يمر إلى الداخل والسالب يطلع للخارج نتيجة حركة السيال العصبي. في الحالة دي بتبدأ تتغير قيمة فرق الجهد تماما وترتفع من سالب 70 إلى موجب 30، وفي الحالة دي بتعرف بجهد العمل. زي ما انت شايفه هنا في الرسمه، لما يحصل عندي اثاره بيبدا طبعا في البدايه كان حاله استقطاب واضحه قطب موجب خارجي وقطب سالب داخلي، لما بدا يحصل عندي تاثير فعال بدا يحصل تبادل في الاقطاب، يعني اصبح السالب للخارج والموجب للداخل نتيجه حركه السيال او الشحنات الكهربائيه او التيار الكهربي. بعد ما بيخلص او بينتهي المؤثر تماما بترجع مره تانيه حاله الراحه او عوده الاستقطاب. طبعا خطوات جهد العمل او مراحل جهد العمل اللي بتتغير فيها قيمة فرق الجهد هي الموضحة قدامي على المخطط دوت، فانا هديكي في البداية كده مثال بسيط وبعدين ابدأ اشرح لك الخطوات. طبيعي لما يكون في قدامك انسان هادي وتحاولي تستفزيه ما بيوصلش من اول كلام، يعني من اول حديث يبدأ يحصل يبدأ يوصل، لا هو بيبدأ الاول تخزين 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 وطاقته جواه عمالة تزيد لحد ما بيبدأ زي ما بنقول ينفجر، يبدأ عصبيته تظهر. هو نفس اللي بيحصل عندي، انا ببدأ اول حاجة إثارة، وإذا كانت الإثارة دي فعالة فببدأ أتغير من حالة جهد الراحة زي ما أنت شايفة القيمة عمالة تعلى شوية من سالب 70 أعلى شوية وصلت إلى سالب 50. طبعا القيمة كل ما بتقل بالسالب كل ما بتكون أكبر. وبعدين بدأ يحصل لا زوال الاستقطاب تماما، يعني الاقطاب تغيرت، ما بقاش عندي حاجة اسمها قطب موجب خارجي وقطب سالب داخلي. حالة زوال الاستقطاب دي بتتغير فيها قيمة فرق الجهد من سالب 50 اللي هي بداية زوال الاستقطاب او اللي بسميها عتبة الجهد لموجب 30. انتهى المؤثر خلص، بيبدأ مرة تانية العودة للوضع الطبيعي، يعني طبيعي الإنسان ما بيفضلش في حالة صور على طول، لا بيبدأ يرجع مرة تانية ويهدى. فهو ده اللي حصل عندي، بدأت الخلية العصبية تستعيد مرة تانية حالة الاستقطاب بتاعتها وبدأت تعود لوضع جهد الراحة مرة تانية. ولكن احيانا ممكن العملية تزيد عندي شوية فتظهر عندي حالة جديدة اسمها حالة فرط الاستقطاب، يعني بتبدأ توصل القيمة عندي من بدل سالب 70 لا تنزل على سالب 80. الحالة دي بسميها حالة فرط الاستقطاب. ايه هي العوامل اللي ادت لحدوث زيادة في فرط او حدوث حالة بسميها فرط الاستقطاب، اللي هو تغير القيمة من قيمة سالب 70 اللي هي جهد الراحة الى حالة او قيمة سالب 80؟ طبعا احنا اتفقنا ان انا عندي قنوات موجودة في الغشاء، تأخر انغلاق قنوات البوتاسيوم هو اللي بيؤدي الى ظهور حالة فرط الاستقطاب اللي هي تغير القيمة من سالب 70 الى سالب 80. فبرجع اعمل ايه؟ برجع اغلق قنوات البوتاسيوم واسحب الزيادات اللي دخلت عندي، وبالتالي ارد القيمة لوضعها الطبيعي اللي هي سالب 70. طبعا تعديل نسبة الصوديوم والبوتاسيوم لوضعها الطبيعي عشان ترد القيمة لسالب 70 مرة تانية، ده بتكون وظيفة مضخة الصوديوم والبوتاسيوم اللي هي بتحرك لي عكس منحدر التركيز، فبترد لي فرط الاستقطاب الى حالة مرة تانية الاستقطاب او تثبيته اللي هي قيمة السالب 70. بسيطة كده بين قيم
قيمة حالة زوال الاستقطاب. طبعا زوال الاستقطاب هي تغير القيمة من سالب 70 لموجب 30، وده في حالة وجود جهد فعال اللي هو بسميه جهد العمل أو سير من الشحنات الكهربائية والتغيرات الكيميائية على طول الليف العصبي. الحالة التانية اللي هي عودة الاستقطاب، هي مرة تانية تتغير القيمة من موجب 30 بعد انتهاء المؤثر وعودتها إلى سالب 70. آخر قيمة عندي اللي هي فرط الاستقطاب، هنا ممكن تزيد القيمة عندي، قلنا نتيجة تأخر غلق قنوات البوتاسيوم من سالب 70 تنزل إلى سالب 80، فتبدأ المضخة تعمل لي إعادة للوضع الطبيعي وتبدأ ترجع لي القيمة مرة تانية إلى سالب 70. كده حصتنا النهاردة انتهت. الدرس شوية مليان بس أتمنى أن تكون المعلومة وصلت. لو في أي سؤال أو أي استفسار على الدرس سيبهولي في التعليقات وأنا إن شاء الله هرد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.